شلون كنت؟ أنا الله راح أروح سأجيب سنتاي، راح أفرجيكم إياها، هجيب سنتاي في المدرسة. باي. أهلين، هلا أنا وصلت على المحل، والله بدي أروح أجيبها. تعزفني أي سنتاي؟ أهلاً. في منا الغازي والماضي الفتح والماضي الفتح. أنا عزفت الماضي. اشتريت هاي البراية. أنا جبت شنطاي هاي حلوة. أبغى بس بروح البيت وفرجيكم الجوالة. وجبت هذيك المنجارة كمان، هلا بفرجيكم إياها. يلا. هلا أنا جبت شنطاي. والله نحن رايحين على البيت. لما برجع بفرجيكم الشنطاي من جوا وشلونه. شدنا الصحفية، شوفوا الطريق، شوفوا الزحمة، شوفوا السيارات، شفتوا؟ كثير زحمة، عشان هيك تأخرت شوي. مين اشتقنا للمدرسة يكتب لي التعليقات، وهيك يعني لا تنسوا اللايك والاشتراك. كنا محبوسين عن جد، يعني كنا محبوسين بسبب كورونا فيروس. باي. كمان هاي تبع الاكل اللي بتعرفوها طبعا، هي هيك، وفيها سحابين هذا عشان تحطيه مثلا مع الاب شوكه، وهون طبعا بتحطي الاكل هيك كبيره من جوا. عجبتكم؟ يلا نشوف ايش في كمان. واو، شوفوا المقلمة كتير حلوة صراحة، شوفوا كتير كبيرة من جوا، كتير كبيرة، شوفوا هيك كبيرة، وفيها المنجارة لقيتها هيك بتفتح هيك وضعية. عجبتكم؟ هلا نحن لازم نرتب ونرجع الغراض لمحلهم عشان بكره نفيق البكير ونروح المدرسة. بس اصحكن، لا تعطوا غراضكم لشي حدا، زين الشنتاي اللي جواتها ما تعطوها لشي حدا، ولا شي قلم ما تعطوها لشي حدا، بحسن يكون مرضان بشي مرض خطير وبرجع لكم اياهم وفيه ميكروب. لا تنسوا انكم تعطوا لشي واحد شنطايتكم. والله لازمنا نرتب غراضنا وننام. يلا باي.